قراءة جديدة وحصرية على قناة سرار العالم الروحاني لمواليد برج العذراء. صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. وبعد القراءة هنشوف رسالتك من الرسائل بتقول لك إيه يا برج العذراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، وكنت بتعاني من السحر او من المس او من تعطيل، اكتب تم وهديك اللينك العلاج او الرقم امامكم، اللي حابب يتواصل معنا يتواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، برج العذراء، صلي على الحبيب المصطفى في التعليقات فضلا وليس امرا، وادعم الفيديو باللايك اخواتنا في الله. شايف انت وقع عليك ظلم، يعني انت وقع عليكم ظلم. شايف الظلم يعني من الناس دي ما كانش لكم علاقة في أي الظلم ده، وعلشان كده الفترة دي شايفكم خايفين من بعض الناس، عندكم ضيق في الصدر، عندكم خنقة بتديلكم من غير سبب، بس عندكم رسالة قوية الفترة دي بإذن الله تعالى. الرسالة دي فيها طاقة إيجابية، فيها خروج من الهم اللي انتم فيه، فيها خروج من الضيق اللي انتم فيه. البعض منكم بإذن الله تعالى عندكم يعني اسمة كبيرة في سفر او في وظيفة او في شغل، يعني شايف اسمة كبيرة هيردع المال، يعني هيردع مال، هيكون عنده ربح كبير من المال بإذن الله تعالى. شايفك عندك هتربح، اسمك هيعلى في شأن الوظيفة او الشغل او السفر او المال. صلي على الحبيب المصطفى. في حد عندك انت متعلق به جدا، تعبان، ان شاء الله ربنا يشفيه. الشخص ده تعبان، كبير في السن، سواء والده او ولد او حد قريب عليك تعبان، ربنا يشفيه باذن الله تعالى. شايف هنا كمان ما بينكم او ما بين حد وقعت فتنه او وقع كلام، وانتوا سمعتم لشخص واحد ما كانش لك الحق انك تسمع من الاشخاص دول، كنت حقك تشوف من الاثنين، بلاش تسمع من شخص واحد فقط. شايف عندكم الفترة دي عندكم في تغير من نفسكم، يعني شايف ان انت هتغيروا من نفسكم بشكل كبير جدا، يعني شايف ان انت هتكونوا صادقين جدا في مشاريعكم، بس انا شايف عندكم بومة، شايف عندكم بومة او يعني تعبان، ده عمال يبخ سم عليكم، عمال يبخ سم، عمال يأذيكم، عمال يبخ سم عليكم بالحسد. شايف ان انت عندكم سحر، عندكم سحر، سحر شديد مأثر عليكم فعلا، هو اللي تعبكم فعلا، هو السحر يعني شديد ولفترة، فخلي بالكم عشان عندكم شوية عراقيل شوية، بس انا شايف عندكم مخرج، هو شوية تعب لكن هيكون عندكم مخرج للطريق الصحيح بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمغلق. شايف ان الفترة دي، الفترة دي هيكون عندك خروج من حياتك، خروج من كركبة، خروج من تعب. هو انت ماشي عندك مشكلة، المشكلة دي بتحاول تحلها بقدر المستطاع، بتحولها بأي صفة او بأي طريقة بتحاول تحلها ماشي. انا شايف عندك الباب مقفول امامك، باب الحظ، باب السعادة، باب الرزق مقفول امامك، ان شاء الله هيتفتح بإذن الله تعالى. شايف هو ماشي مأثر كل حاجة عليك، السحر ده مأثر عليك، التوتر والحيرة، التوتر والحيرة، لكن ربنا شايلكم حاجة كبيرة قوي فيها خير ليك. انت ماشي في وضع عصبي، في وضع توتر، لكن شايف برضو في اختلاف ما بينك وما بين الشريك، في اختلاف ما بينكم وبين الشريك، في ناس متعمدة يعني ان توقع ما بينكم او تأذيكم، الناس دي متعمدة انها تأذيكم. شايف برضو ان انت في حاجات كثيرة محطوطة على اكتافكم، شايل حمل كبير، شايل ضغط كبير، بس عندك انتصار على شخص او اشخاص برضه. في مبلغ مالي دايلك بفضل الله تعالى، المبلغ ده كويس، بلاش التسرع، وبلاش التسرع كنا والطاقات السلبيه. انت عندك كميه عصبيه شديده، عندك عصب شديد، عصبك يعني عندك صوتك بقى عالي، بتنرفز بسرعه، بتتعصب بسرعه. شايف عندك ترقيه في العمل، يعني في ترقيه حلوه، في تحسن في حاجات كثيره عندك، يعني انت ماشي بالكم مشغول، بالكم مشغول بالرزق، بالكم مشغول بحاجات كثيرة، لكن عندكم حاجات كثيرة او حاجات مليحة كثيرة جدا بفضل الله تعالى. شايف عندك هنا قاعدة او جلسة هتكون في صالحك، في توقيع اوراق، دي التوقيع ده هيكون لصالحك. شايف عندك راحة الفترة اللي داية بإذن الله تعالى. انتوا هنا ماشي ما بتحبوش تأذوا حد، ما بتحبوش تتكلموا على حد، ما بتحبوش تأذوا حد خالص. شايف ان انتوا قررتم برضه ان انتوا تاخدوا قرار حاسم،
هتاخدوا قرار يعني هيعلي من شأنكم، عندكم تغيرات كثيرة جدا، عندكم برضو حدات يعني بالوضع اللي انتم فيه ده هيتحسن بإذن الله تعالى، وهتردع الفرحة وهيكون عندك أكتر من فرحة. خلي بالك بس من الستات اللي بيتكلموا عليكم، الست اللي عمالة تبخسم عليكم، خلي بالكم من الستات، لأن انتم باين عليكم الإرهاق، باين عليكم التعب قوي، باين عليكم الضغط، يعني هو مسبب لكم أذى أو مسبب لكم تعب أو مسبب لكم مشاكل. يعني أنا شايف عندكم يعني طاقات سلبية شديدة. هتاخد حقك، أنت ماشي الظلمت لك حق وهتاخده، الظلمت حقك رادع بإذن الله تعالى وهتاخذ حقك ليك. أنا شايف في رجوع حق، رجوع حق رجع لك بإذن الله. بس أنا شايف في حد هنا بيحاول يذيب اللوم عليك، بيحاول يتكلم عليك، شايف في عرض شغل، عرض شغل أو عرض وظيفة. بس خلي بالكم، دايما بقول لكم خلي بالكم وما تضيعوش اي حاجه من وشكم او ما تضيعوش اي حاجه من حياتكم. شوف الفتره دي، يعني شوف الفتره دي انتوا قافلين على نفسكم، مش عايزين تتكلموا، مش عايزين تتعاملوا، مش عايزين تفتحوا اي حاجه او تفتحوا اي موضوع بسبب حاجات كثيره، حصل مشاكل او حصلت حاجه، لكن في صلح جديد، في سفر جديد، في فرصه جديده برضو عندك، في حاجات كثيره عندكم في حياتكم هتتغير. قدر ربنا ليكم يفتح لكم الابواب المغلقه، في طاقه ايجابيه ديالكم باذن الله. يعني شوف يعني كلمه الارهاق اللي عندكم هتنتهي، هبشركم باذن الله تعالى. يعني شوف ان انتم هتمسكوا مبلغ من المال او منصب حلو، يعني هيكون عندكم فرحه كبيره. انتم دايما واثقين في نفسكم، بس واحدة الست دي متعمدة انها تؤذيكم، لان خطاكم في دماغها بتحاول تأذيكم او تتعبكم بأي طرق. فبقول لكم خلي بالكم من الست دي، الست دي طويلة وتخينة، بتهتم جدا بنفسها، بتحب نفسها كتير قوي. خلي بالكم من الست دي، عشان الست دي عايزة توقعكم في أذى، عايزة توقعكم في أذى كبير. ربنا هينديكم بإذن الله تعالى من هذا الشياطين أو المشاكل اللي انتم فيهم. عندك كمان هنا حاجة جديدة هتحصل، يعني من بعد الضيق أو التعب اللي انت فيه هتحصل الحاجة دي حلوة. شايف الأمور هتبدأ تتظبط معاكم بشكل تجريدي بفضل الله تعالى. في عندكم برضه أنا شايف خاتم خطوبة في أرض بيتكم، ممكن يكون زواج في بيتكم أو خطوبة في أرض بيتكم أو فرحة أو زواج أو رجوع للمنفصلين. في رجوع للمنفصلين، في طاقة جديدة، طاقة مختلفة، طاقة حلوة، زواج بإذن الله تعالى. شايف إنها في كذا حدث تتجدد عندكم، في طاقة يعني مختلفة كبيرة بشكل جدا. يعني شايفنا بس انتوا هنا متعرضين للأذى، متعرضين للأذى، بتتعرضوا للأذى كتير بسبب الستات دي. بس أنا شايفك منتظر حادث، عندك طاقة انتظار، عندك طاقة انتظار كبيرة، بس عندكم أمر هيقضى، عندكم حمل ماشي شايلينه على اكتافكم، الهم ده هينزاح والحمل ده هينزاح من عليكم. شايف عندكم مشروع كبير هتدخلوا فيه او داخلين فيه، فيه دعم، في دعم حد يساعدكم. في نفور ما بينكم وبين الشريك بسبب السحر اللي قلت لكم عليه. شايف ان انت والشريك في مشاكل ما بينكم او حصل انفصال، شايف في نفور ما بينكم بسبب السحر، التفريق بسبب السحر كما قلنا. شايفكم برضه هنا انتوا في خروج طرف ثالث من حياتكم، الطرف الثالث ده هيمشي من حياتكم وهيخرج من حياتكم، الطرف الثالث ده هينتهي، الطرف الثالث ده من حياتكم. شايف عندكم هنا بتحاول تشتري منزل او حابب تخرج من المكان اللي انت فيه، حابب تسافر او حابب تشتري مسكن جديد، لان شايفك انت منعزل في هذا المسكن او حابب، محتار، مخنوق، صحتكم تعبانه الفتره دي، قام حابب تغير من مكان لمكان، بحابب تغير من المسكن اللي انت فيه تشتري مسكن جديد. شايف عندك بتخلص اوراق لهذا المسكن وراح تنقل باذن الله تعالى في المسكن الجديد ان شاء الله، لان انت في ارض بيتك مش مرتاح، ارض بيتك حاسس ان في ظلم، حاسس ان في كذا حدا تعباك في ارض بيتك، في كذا طاقه سلبيه، فحابب تنقل من المكان اللي انت فيه او حابب تشتري مسكن جديد. شايف انه برضه ان انتوا هنا من ما حبيتوش او مش حابين تتكلم مع حد، مش حابين تقعدوا مع الناس، حابين تنعزلوا، حابين تكونوا مع نفسيكم،
بس في فرحة بإذن الله تعالى. الفرحة دي هتطلعكم من أي حادة، في رزق حلو دايلكم أو فلوس ديالكم بإذن الله تعالى. بس السحر التفريق ده، السحر المعمول ده، السحر الست دي متعمدة تأذيكم، بس إن شاء الله هتخلصوا من هذا السحر بقدرة الله تعالى، لأن ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب بإذن الله. صلى على الحبيب المصطفى. طريق السفر قدامك مفتوح، انت بتخلص اوراق عايز تسافر سفر شغل او سفر فسحه، يعني شاف طريق سفر قدامك مفتوحه باذن الله تعالى وهتسافر، عندك طريق سفر. في حد عايز يردع لكم الفتره دي او عايز يكلمكم او عايز يتواصل معاكم؟ يعني انا شايف في حد عايز يردع لكم او عايز يتواصل معاكم، لان انا شايفه حابب يردع لكم. شايف هنا ما بينكم وما بين حد مشاعر قويه جدا، هتاخذ فيها قرار حاسم هذا المشاعر او هذا التواصل. شايف ان انت تاخذ قرار حاسم. شايف ان عندك فرحة، الفرحة دي جميلة ليك، عندك فرحة ديالك بإذن الله، تخص نجاح، تخص أولادك الفرحة دي، تخص نجاح، تخص خطوبة، تخص ارتباط، شايف إن في فرحة هتكون مبسوط منها. أنتوا بتشتكوا مش بتشتكوا من ظهركم، بتشتكوا من التعطير، من المشاكل، بالخنقة، وكنا من السحر أحبابي في الله، أحبابي في الله، والفرحة موجودة. شايفك إن أنت بتعاتب حد، بتتكلم مع حد، في عتاب ما بينكم وبين شخص، ممكن نقول خطيبك او زوجك، في عتاب ما بينكم، بس في صلح بعد العتاب ده، بعد العتاب في صلح باذن الله تعالى. ماشي هنا انت في ناس، بس خلي بالكم الست دي بتتكلم عليكم بشكل عفش، بتتكلم عليكم بشكل كثير جدا، حابه تاذيكم باي طريقه، حابه تاذيكم باي طريقه، مع ان انتم كويسين وطيبين مع ناس كثير وبتساعدوا ناس كثير وواقفين مع ناس كثير، لكن الناس مش بتحب لكم الخير، الناس مش حباكم تكونوا احسن منها. انا شايف برضه في طاقه المال شديده جدا ديالكم، طاقه مال كبيره باذن الله تعالى، البيبان اللي كنت بتحاول تفتحها هتتفتح امامك باذن الله تعالى، في اوراق حكوميه بتخلصها تخص قضايا او حد مسدود قريبك راح تخلص على خير، هذا الاوراق ان شاء الله هيطلعوا باذن الله تعالى، هيطلعوا باذن الله تعالى. ماشي الحياه اللي مأثر عليكم كنا من السحر وراح تنتهي منها باذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف ان انتوا هنا قررتم ان انتوا تتعاملوا بشكل مختلف، بتتعاملوا مع الناس دي بشده وتمشي في طريقك زي ما انت، طريق الرزق، طريق الراحه باذن الله تعالى، وهتفتح امامك الابواب بقدره الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. اتمنى من احبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فلاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني، وان كنت بتعاني من السحر او مس او من تعطيل او متابعه، الرقم امامكم اللي حابب يتواصل معنا يشرف يتواصل معنا واتس، وان شاء الله نكون في حسن ظنه، وكما تعودنا انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى. اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام الجمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشي اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء على أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.